نبقى نقول يا ربي بالي وليدي نصلي وندعي نقول يا ربي استجب لي هاد الوليد يا ربي يجيني على خير يا ربي عاد نشوفو نبغى الموت تجي تجي. الحبيبة جوج هو الصغير عندي في الدار yeah. هو الصغير الحبيبة بغيت نقلب مشيت لعكاشة مشيت لامور مشيت لأي بلاصة فين ما يقولوا لي كاين وها شافوه تنمشي نجري مشيت بنيتي ما خليت فين قلبت ما خليت فين دويت دابا بنيتي راه دابا طالع في 8 شهور قلبي باقي محروق على وليدي بغيت على وليدي نشوفه بنيتي ها نشوفه ميت ولا حي يقولوا لي اش كاين اي برد لي قلبي قدر الله لا جمع عندنا ما نديرو كان باقي في الحياه بنيتي وكيشوفني يقول لي انا ما مر باقي في الحياه نجي نعدك كان خدام في القبص كتب عليه المكتوب داوها بنيتي دي بلاص ما ملي داوه دي بلاص ما قال لك انا ما نخدمش على بعض ما نشطب عليهم انا كنعجن وكان صاب داك القبص بالحديد انا ما بغيتش هاد الخدمه نخدم على عباد الله قلت له وجه الحشومه ولدي قال لي انا ما جدينيش هذاك الشاف راه حقرني غندير شي مصيبه قلت له وليدي هز حوايجك وجي في حالاتك كان دي بلاص ما ملي مشيت عند مالين الشي اللي كانوا مخدمينه قال لي انا قال لي منخدم معاكم هنا وتصيفطوني انا فحال الدراري كتصيفطوهم الامارات كتصيفطوهم السعوديه بغيت وتبارك الله ما بغيتوش انا ما نبقاش نجي عندكم ملي قلت وليدي واه انت ساعد مع الخدمه ديالك هنايا كانوا دايرين لي خلاص زوين وكيحطوا لي فلوس في البنكه ومده بنيتي 8 سنين الدري تغير الى هي عند الله عند الله انا عند العبد ما عرفت وليدي كيفاش تولى فديك الحاله بنيتي ولا حدودي ما كيبغيش يدوي لا داك انا عندي شغل ما يقول السلام يا ودي يمشي يقول يا امي خاصك شي حاجه انا نقول ما خاصني وليدي والو تعاود مع الدروج داك النهار غادي يمشي والله لا تابع مع دوك الدريجات خرج مع العجلة الصباح ماما ما بغيتي والو قلت لهم وانا نعطيها بنيتي 5 درهم على زليدي موات وزريعه ما كيكمي ما يدير والو كنا في شي بليا نقول بلي هادي عاتو نقول شي وحده تيبغيها مشى معاه ما كيعندوش ما معمر لا مع دراري لا مع الدريات لا مع التحت بوحدو يمشي يضرب على عين الدب يضرب على رجليه من شي ميكولور ويجي لدارهم علاش الله يجعلهم يجي حتى الجوج حتى 12 الليل يدق عليا نحل لي الباب هادشي نيت مريض كيجي بنيتي يمشي ويجي ويتسخر يجيب لك الحاجة ما ينسى لك تا حاجة وزعما كون كان مسهسه هو حقا مدي وليني ما عمرني بنيتي ما توقعت ولدي غيمشي وما يرجعش يعني كتقولي غيمشي راه غيرجع غادي يرجع الدار ما لقانيش مسكين يبقى واقف في الدور يجيب لك بديك الحاشية حتى نجي حل لي الباب لما كان تا حد ايوا بقى مسكين بيت سنان ويجيب لك رجيلاته وهكاك حالته ويغسل رجليه ويدخل الحمام بقى يغسل يغسل خليت فين مشيت اللي عمرني عطيت راسي للعيالات وعطيتهم ليهم نسول ونبحث تيقولوا لك ها هو دابا يجي ها هو دابا يجي ها هو دابا يجي ما شفت والو بنيت مشيت للبوليس درت ديكلاراسيون مشيت لعكاشة مشيت 36 مشيت لبلاصة لامور مشيت لبلاصة المسطيين مشيت لسميتو اللي كتقولوا له انت ضربوا عزه واحد الخيريه مشيت لعند بورغون دار الخيريه ديال بورغون قلنا كنجيبوا حنا الدراري كيغسلوا ويمشيو في حالهم حنا ما نقدرش نجيبوا شي واحد صحي يبرك معنا هنايا وقلت لي ما جيت وليدي نسوق مشيت للبوليس ثاني ديال عين الدياب بحثت عليه في البوست عطيتهم التصاور عطيتهم قال لي لا بالي انا راه نعيطوا لك سميتي ما كاينش خبار قلت له كيعيطوا عليا بنيتي عباد الله هو اللي عندي اختي هو الصغير عندي في الدار ما عندي من غيره يا ودي كون عرفتو في شي شكل ما نسولش وما نبحثش وما نديرش دري درويش عندي ما يدوي مع حد ما يدار مع حد والله اعلم بنيتي الله اللي عالم به الله اللي كيعلم على الغيب امين بنيتي كنتمنى قدامكم يكونوا عليا بالربح ان شاء الله وتربي الله يعطيكم بنيتي صحتكم كي ساعدتوني الله يجعل الله يوقف معاكم واجب هذا الواجب والله الحبيبه والله الا مني شفتكم راه بحال ما عطاش شفت البارح قلت يا ربي الناس غنمشي ندفع وجهي ما مرة كنجي الفجر نبقى نبكي وما 3 شهور ولا 4 شهور ما كناكل ما نشرب نضل ضيعه وكنهار سخون شويه بحال هكا ونجي النص ما نعقلش على راسي يا بنيتي تبقاي تقلبي تقلبي تشي كدي واحد المرة اللي بدينا نخليه عندها ونبقى بنيتي بوحدي نجي نتمغط ما نفيق حتى للتسعود
ونبقى نقول يا ربي بالي وليدي نصلي وندعي نقول يا ربي استجب لي هاد الوليد يا ربي يجيني على خير يا ربي غنشوفو دابا الموت تجي تجي ودابا باقا تتقني باقا بنيتي ما كان ديما الجمعه والسبت كنمشي نبات في عين الديابة بنيتي تصبح الحر هو كيموت على عين الديابة قالوا لي البوليس راه كان يكون جيت بيتزا واحد بيتزا تما في الربة مشيت بركت واحد الوقت ودايره جلابه ودايره دايره هكا الكمامه والزيف خور وكنقول نعس عليه لا يجي زعما ما كاينش حصه بنيتي ما كاينش حصه حيت العس كيعرفوه الكارديان وعرفوه الناس كلشي كيعرفوه تيقول لي الدري ملي وليت متصوره قال لي الدري ما كيحيدش من عين ديال يدور تيعيا ويشد الطريق ما بقاش دابا كيبان ما بقاش قال لك ما تنشوفوش ما كنشوفوش ما كنشوفوش بنيتي والله علم على وليدي واش خطفوه واش داو حتى يدو زهريين وحوايج باتو حرشين والله انا ما بنيت قالوا لي راه الزهري يدي زهريين الله يحفظ لها ان شاء الله ما يكون حتى حاجه حنا عند الله حنا عند الله بنيتي والكمام من عندكم ان شاء الله والله يدير بحسابكم ابنيتي الواجب هذا الله يدير بحسابكم ابنيتي الله يدير بحسابكم والله النداء ديالك اللي شافوا اللي تعرف عليه اللي شافوا انا مزوقه فيه اتصل بيا بالنمره ما يتفلاوش عليا بنيتي ولي كذبوا عليا اللي شافوا وليدي رانا عندي 66 عام بقاش تعيطوا عليا في الليل وتعيطوا عليا في الوحده في الجوج اللي شافوا وليدي انايا واخا نعرف ما عطاش ندير نكافي ربي اللي غادي يكافيهم ابنيتي ربي اللي غادي يكافيهم والله يجازيهم بخير يعلموني باش ما كان واخا يكون في خارج الدار بيضاء يعيطوا عليا نجي نجري نجيب ولدي في شي خيريه في شي بلاصه في اي بلاصه كان نمشي بنيتي نجري نبات من الصباح قالوا يا سيري لبر الشهيد ما مشيتش بنيتي واخا في شي علامه في وجهه لا والو عنده بنيتي شي حاجه هنا في صدره عنده فحال الزيتونه بنيتي لا صدر مازال في وجهه توحيم لا ما عندوش فيه واحد ضريبه ها شي ضريبه صغيره وجهه راه وجهه كتشوفيه ها هو اللحيه الشعر العملاق ولا مسكين